الرهان كان موجود في ملعب شادلي زويتن، بما أن الانتصار يعني الكثير لكل فريق. بالنسبة للملعب التونسي، الإبقاء على حظوظ الترشح لمرحلة البلايوف للجولة الأخيرة. أما بالنسبة لنادي حمام الأنف، فإن الانتصار يعني البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. انطلاقة المباراة كانت متوازنة من الجانبين، محاولة أولى لنادي حمام الأنف عن طريق أزوكا، ثم محاولة ثانية كانت للملعب التونسي وتسديدة كريم بن عمر بعيدة على مرمى الحارس العربي المجري، ليتمكن فيما بعد هيثم بن سالم من تسجيل هدف رفض الحكم بداعي وجود تسلل ضد مهاجم البقلاوة. 31 دقيقة لعب، كرة من إيريك كاريكاري في اتجاه حسين الحرباوي بصنعة كبيرة يسدد ويباغة الحارس جاسم الخلوفي، وهدف ممتاز النادي حمام الأنف. لينتهي الشوط الأول على أسبقية نادي حمام الأنف من الملعب التونسي بهدف لصفر. في الشوط الثاني تحسن مردود الملعب التونسي نسبيا على مستوى الهجوم. مارسيل كواسي سدد على الطائر وكورته فوق المرمى قبل أن يطالب مهاجم البقلاوة في هذه العملية بضرب جزاء، لكن الحكم مراد بن حمزة يأمر بمواصلة اللعب. ثم مخالفة للملعب التونسي، أسامة سلامي يوزع ورأسية حمدي رويد فوق المرمى، ليرفض فيما بعد الحكم مراد بن حمزة أهداف لفائدة نادي حمام الأنف. الأول بداعي وجود خطأ على حارس البقلاوة، والثاني بداعي وجود تسلل ضد وليد المسعودي. مخالفة النادي حمام الأنف، شاكر رجيع يسدد والحارس جاسم الخلوفي بصعوبة يتصدى، لينتهي اللقاء بانتصار نادي حمام الأنف من الملعب التونسي بهدف مقابل صفر. انتصار يخلي الهمهمة تضمن نهائيا البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، وهزيمة تقضي على حظوظ البقلاوة في الترشح للبلاي أوف.